عشان تخلي الداتابيز بتاعتك لوكال وما تخليهاش على اونلاين. واحد، تفتح السيكوال سيرفر بس هنا تحط كلمه دوت او لوكال هوست او اسم الجهاز. وطبعا يفضل طالما هتشتغل في شركات لازم تحط اسم السيرفر، ما تحطليش دوت، عشان دوت ديت لما فادي يفتح جهازه دوت دي هتشاور على جهاز فادي، ولما انت تفتح جهازك جوه تشاور على الجهاز ده مش ده. ولازم كلكم كونكت بمين؟ بالسيرفر. يبقى لازم تكتب اسم الايه؟ السيرفر. اسم السيرفر طبعا انت لو فتحت كده هتلاقيهم اهو اف 302 سي 3، وتروح دايس كونكت كده. انا داخل ايه؟ لوكال. تفتح داتابيز، الداتابيز بتاعتك فين؟ مش ولا واحده من دول. انا داخل على سي 3. مين سي 3 ده بقى؟ ان شاء الله هات اسم الجهاز. يعني اسمه ايه هنا؟ فين؟ اي ان اس، اي ان اس 302. اهو الكلاب اهي، تمام كده. تروح فجاه من الفيجوال هنا من قائمه فيو سيرفر اكسبلورر، تعمل كونكت وتكتب اي ان ايه 300 وتفتح الكلاب. فين اهي؟ دي الداتابيز بتاعتك. تيست كونكشن، اوكي اوكي. الحركه دي عملتها بس عشان اخد الكونكشن سترينج اللي هو المسار بتاع الداتابيز. اهي كليك يمين على الداتابيز بروبرتيز الكونكشن سترينج اهو، خده كوبي ترميه في حتتين، في الويب كونفيج مكان السيرفر، مش ده اسم السيرفر؟ بيست. وترميه في الكلاس بتاع الداتابيز مكان السيرفر. شكرا كده انت عملت الداتابيز لوكال، خلصت كده. يبقى الحركه دي انا عملت بس كونكت من الفيجوال على الداتابيز عشان اعمل كليك يمين بروبرتيز واجيب الايه؟ الكونكشن سترنج المسار، وحطيته في الويب كونفيج، وحطيته فين؟ في الكلاس الداتابيز. وكده يبقى احنا عملنا الداتابيز ولوكال، خدت بالك؟ كده يبقى احنا عملنا الشغل لوكال. ستوب.